إعفاء مدير مدرسة أبو خديجة الدلف الابتدائية بناحية الدجالي جنوب محافظة واسط، والأسباب كانت مسرحية لطلاب المدرسة تناولت واقع العراق وسيطرة الأحزاب، قرار استبعد على أثره مدير المدرسة المذكورة، ما دعا أولياء الأمور وأهالي الناحية بتنظيم وقفة احتجاجية لما قدماه من عمل مسرحية داخل المدرسة تجسد حال العراق وواقع العراق، ومن ثم دخول القوات الأمنية والحشد الشعبي لإنقاذه. فبالتالي نطالب دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التربية بالعدول عن هذا القرار ورفع الإعفاء عن هذا المدير. هذا الإنسان المعطاء الذي فنى حياته من أجل أبنائنا وأبناء جميع الموجودين حاضرين هنا، ترى أنه الآن قد أتاه قرار مجحف بحق مديريات تربية محافظة واسط لكون هذا القرار غير خدمي لهذه الشريحة ألا وهي الشريحة التربوية. 58 مدرسة في ناحية الدجيلي أعلنت تضامنها مع مدير المدرسة، وجميع الكوادر التدريسية تقف بجانب خالد نجم مدير مدرسة أبو خديجة الدلفي، مطالبين الوزارة بإعادة النظر بهذا القرار. أنا أقول لك ماكو دوام، لأن الأولياء الأمور يا أستاذ يا وزير التربية راح تغلق، راح تغلق ومصير هاي الأطفال ميدمن بعد تصير، فأرجو إعادة النظر. القضية أنا أشوفها سهلة جدا، 58 مدرسة، نعم نعم كلنا متضامنون، كلنا متضامنون، صدق إحنا ذا يوافقوني، إحنا ذا يوافقوني حتى نقدم إعفاء من الإدارات، نطلع للمدارس اللي عندنا تيها خالد نجف في كل شيء يخدمنا، في كل شيء والله. نطالب العدول عن هذا القرار لأنه القرار مجحف وظالم بحق علم من أعلام تربية واسط، مو فقط الدجيلي. شوف هاي مدرسة أبو خديجة الدلفي، إذا لو ما هو ما تكمل، ماكو طلاب هنا. أنا منزل هذا قريب عن المدرسة، الصبح أطلع بشهر رمضان لابس بدلة عمل وهو العمال، من يسويها؟ يعني يسوي مدير تربية، يسوي مدير إدارة، يشتغل ويا العمال من الصبح للعصر. بهذه العبارات ينادون طلبة مدرسة أبو خديجة الدلفي الذي تمت معاقبة مدير مدرستهم بسبب مسرحية جسدت واقع العراق وسيطرة الأحزاب. من محافظة واسط، حسن الرسام، قناة التغيير.